إذا غادي نمشيو ستار ليست أو التقديم للمشاركين في السباق 1500 متر سيدات. 1500 متر سيدات أنظار تتجه إلى ملكة عقاوي وأيضا حليمة حشلاف. هنا المشاركة المغربية. ترشون حيفا من تونس في سا الناتشي ان بيسا من اثيوبيا ومن جيبوتي محمد ديمبل كادرا هناك من انغولا دياس ندي جيوفانيا لينو ومن اثيوبيا تاتشيني ليميليم هولو من إريتريا جيبرو يونيش رايل من كينيا كوريا ماري كيبروب كيلين جيبيوت وأيضا تشينغي لويس ما نساوش المشاركة المغربية سباق من المنتظر أنه ينطلق بعد لحظات والحديث على 1500 متر يعني من اللي كانت حتو على 1500 متر سيدات فاحنا كانت حتو على مشاركة قوية المجموعة من الأسماء على المستوى التاريخي كويون كسيا ملتقى بكين في الصين في سنة 1999 نانسي لانغارت الكينية صاحبة الحضور القوي في بطولة الألعاب القوى الأخيرة فهناك جينيفر بانجرن البطلة الأمريكية سكين إذن ثواني فقط وتعطى الانطلاقة خاصة بهذه المنافسة تعطى إذا انطلاقة هذا السباق السباق على مستوى العنصر النسوي كامل التوفيق كما قلت سابقا مشاركة الكرام المشاركة المغربية والحضور المغربي في هذه المنافسة لأنه فعلا نترقب أن تكون النتيجة مرضية هذا سباق نهائي من ينتصر يفوز بميدالية ذهبية المركز الثاني فضية والمركز الثالث نحاسية إذا السباق انطلق في هذه الأثناء الكوكبة مجتمعة ذكر بينه في سباق 5000 متر خرجنا خارجين الوفاض بدون ميدالية أمام الهيمنة الإثيوبية اللي كانت كبيرة في السباق الآن احنا في سباق اللي هو سباق ديال البحث عن النتيجة المرضية ولما لا إن شاء الله بإذن الله الصعود للبوديوم إذا الكوكبة مجتمعة بدون أي مشكل لحد الساعة في انتظار الانطلاقة القوية كاين هدوء على المستوى التباري ما كاينش عدو بشكل سريع 1500 متر يعني مازال الحوار ما دارش بشكل كبير محاولة لرفع الإيقاع اللي بإمكانه في أي لحظة أنهم يكونوا بشكل أفضل وأحسن شوفوا هنا الطريقة ديال العدو من طرف البطلات المشاركات يعني كيف كتابعوا بدون أي مجازفة وبدون أي انطلاقة حد ساعة فيما تبقى من عمر التباري الأمور غادي تتضح بشكل أكبر مع مرور الوقت يعني كتحس بأنه وكأنه إعداد انتظار الانطلاق الحقيقي إذا المراقبة عن كتب ومتابعة عن كتب لما يحدث على مستوى الحلبة جوج ديال دورات متبقية لحد ساعة ولا متسابقة خدات المجازفة وخدات الانطلاقة وتريد الانطلاقة بشكل قوي لحد ساعة هنا البداية ديال الانطلاقة من جانب الإيريتريا كيف يونس رايل نشوفوا التبرير الان الكوكبه بدات
تغير من طريقة العدو الآن، رفع الإيقاع، تغير المستوى الآن، وانطلاقة بشكل جيد من طرف المتسابقات. هدوء والمراقبة وانتظار اللحظة المناسبة للانطلاقة بشكل جيد. إذا السباق مازال مستمر. هدوء كبير. الدورة الأخيرة الآن مشاهدينا الكرام، واستقال الرياح وملك العقاوي في المركز الخامس في محاولة منها للخروج من القوقعة ديال المركز الثاني مع فقدان الحذاء لإحدى المتسابقات كيفما تابعنا منذ لحظات. المركز الخامس الآن للبطلة المغربية، محاولة لاحتلال مركز أفضل وأحسن، وحنا كنشوفوا الصراع المستمر المتواصل مع إمكانية لتجاوز مجموعة من المتسابقات. نعرج إلى 400 متر ونسير نحو 200 متر، نعم 200 متر الآن، وسباق قوي قوي آخر لفة كيف كنتابعوا الآن، ومحاولة مستمرة للاحتلال المركز الأول. لما لا نشوفوا التقدم الكيني كيفاش انهم يعني فارقين قوتهم، محاولات عديده. اذا حضور قوي جدا لكينيا، وحضور قوي جدا لكينيا في هذه المنافسه. ثلاث مراكز الاولى يبدو انها يعني خذات منحة اثيوبي كيني كيلين جبوت كيبروب تفوز بالميدالية الذهبية في هذا السباق. كان الأمل كبير الصعود لنا البوديوم، للحضور في البوديوم وللمشاركة في حفل توزيع الجوائز. نشاهد كيف هي الأمتار الأخيرة 50 متر التي يبدو أنها كانت قوية لكن لم تقدم نتيجة مرضية. النتائج النهائية ستكون بعد لحظات على شاشتكم مشاهدينا الكرام، وسنتابع المردود ثم الألعاب، ألعاب القوى لأمال عريضة كبيرة من طرف مشاهدين الكثر يتابعوننا في هذه اللحظات. كان بالإمكان أحسن مما كان. المركز الرابع ستتبع النتائج، تنتظر النتائج المعطيات الخاصة، لكن هنالك